هنسوي ورود بالألوان المائية. باخذ هاللون فرشة صغيرة، برسم دائرة بهالشكل وعليها دائرة ثانية كذي، نفس الشيء فوقهم، وكبر الخط شوي شوي. الحين جبت فرشة أمتن، بكمل الكيرفات بشكل أمتن. شوفوا شلون صارت. الحين بنفس الطريقة بسوي ورود أكثر، سوي واحدة هني وهني. الحين باخذ أخضر وبرسم ورق للورود، بحط داخلهم ماي بهذا اللون، بلون المساحة الفاضية. خلاص شوفوا اللوحة شلون صارت، شو رايكم فيها؟